الفنانة سناء جميل. النهاردة هنتكلم عن حياتها المأساوية اللي عاشتها، رغم ان كل الفنانين بنشوفهم على الشاشة بنقول ان حياتهم كلها سعادة وفرح وكلهم مبسوطين ومفيش حاجة بتأثر فيهم، لكن على العكس تماما بتبقى في حياتهم مشاكل كتير جدا وبيعانوا معاناة صعبة جدا زي الفنانة سناء جميل. احنا لما شفنا وصيتها بجد اتأثرنا بيها جدا، وكمان لما شفنا ان اهلها طردوها ونامت على البلاط وعاشت حياة صعبة بتختلف تماما عن الحقيقة والمأساة اللي عاشتها. النهاردة هنكشف معاكم تفاصيل الحياة دي وهنعرف ايه وصيتها اللي اتأثرنا بيها كلنا وايه هي وصيتها. الفنانة سناء جميل هي من مواليد 1930، من بنت محافظة المنيا، واسمها الحقيقي سرية يوسف عطلة. سناء جميل ده كان اسم الشهرة، وأيام طفولتها كانت بتتمنى ان هي تطلع ممثلة مشهورة وتعيش في القاهرة، ودرست في مدارس فرنسية وكانت راقية جدا، وكانت بتعيش وكمان بتحلم انها تكون ممثلة رغم انها كان سنها صغير جدا. وانتقلت فعلا للقاهرة وعاشت هي واسرتها، ودرست في المدرسة الفرنسية في مدارس راقية كمان بمصر، وكانت بتعشق التمثيل والفن من وهي صغيرة، وده اللي خلاها تشارك في معظم المسرحيات اللي كانت بتقوم في المدرسة. وكانت أسرتها صارمة جدا وكانوا رافضين بشدة دخولها عالم التمثيل ومجال بشكل عام، حفاظا على الأداب العائلة، بس هي أصرت على التحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية من غير علم أهلها. وبعد فترة من بداية الدراسة اكتشفت أسرتها عصيانها، وكمان إنها التحقت بالعالم الفن والتمثيل، وكان ردهم قاسي جدا إن هم طردوها من البيت وتبرؤوا منها نهائيا. وبدأت الفنانة سناء جميل كانت متمسكة جدا بحلمها انها تحققه لأقصى درجة ممكنة، لكن ما رجعتش عن قرارها وكملت دراستها في معهد الفنون المسرحية، وقدرت تبدأ مشوارها الفني في مجال التمثيل والمسرح في الخمسينيات. وكانت بتسكن في بيت طالبات وبتتعلم التطريز علشان توفر مصاريفها وكمان احتياجاتها المالية، وقدرت انها تلتحق بفرقة زكي تورليمات المسرحية بعد تخرجها من المعهد، وشاركت في عدد كبير جدا من الادوار، هي كانت ادوار بسيطة بس شاركت فيها زي فيلم بداية ونهاية، وده كان عام 1960. اما بقى النقلة الحقيقية اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي اتنقلت فيها من مشوارها الفني، كانت الفنانة فاتن حمامة اللي كانت مرشحة للمشاركة في الفيلم ده، لكن اعتذرت فجأة، وكانت الفرصة دي اول فرصة في حياة الفنانة سناء جميل انها تظهر موهبتها للجمهور. والفنانة خلال مسيرتها الفنية قدرت ان هي تحقق اعمال حلوة جدا وتشارك فيها، وكان رصدها طول الفترة دي وفي مجال الفن حوالي 70 فيلم، من اشهرهم بداية ونهاية والزوجة التانية واضحك الصورة تطلع حلوة. اما عن رصدها في مجال الدراما العربية فالتلفزيون كانت بتقدم مشاركات كتير جدا، وصلت اكتر من 50 مسلسل ومن اشهرهم خالتي صفية والدير وساكن قصادي. وفي مجال المسرح بقى قدرت ان هي تعمل 10 مسرحيات، من اهمهم مسرحية الزوجات وازواج والناس اللي فوق. اما حياتها العاطفية فكانت الفنانة ليها قصة حب قوية جدا جمعتها بالكاتب الكبير لويس جرجس، واول لقاء ما بينهم كان في منزل سناء جميل اللي كانت متشاركة مع اصدقائها فيه وكانوا عايشين مع بعض. وكان الفنانة سناء جميل كانت بتودع صديقتها اللي كانت في نفس الوقت صديقة لويس جرجس، وكانت مسافرة وكانوا بيودعوها، وفي الوقت ده اتعرفوا على بعض وتبادلوا النظرات والإعجاب. وبعد فترة من العلاقة الحب السرية دي كان مسيرها في الآخر الجواز، وكانت سنة 1961 وتم الزواج، وكان أكتر واحد بيدعمها في مشوارها الفني سواء في الناحية النفسية أو المادية، وكمان هي كانت بتدعمه في عمله لحد ما ترأس تحرير مجلة روزال اليوسف. وفي الفترة الأخيرة من حياتها عانت الفنانة سناء جميل من المرض بعد ما أصيبت بالسرطان اللي أدى في النهاية لوفاتها عن عمر يناهز 72 عام.
والغريب انها لم يتم دفنها بشكل سريع، وقعدت انتظرت اكتر من 3 ايام زوجها مرضيش يدفنها، وده بناء على طلبها، لان كانت وصيتها غريبة جدا. لما كانت الفنانة سناء جميل اختلفت مع اهلها طبعا قطعوها، وما كانتش بتشوف حد منهم خالص، وكانت بتحن لهم كتير جدا. وهو ظهر بعد وفاتها وقال الكلام ده، وقال انها كانت بتحبهم جدا وكانت بتحب ان هي تشوفهم، بس للأسف هم قطعوها مقاطعة تامة. وكانت وصية الفنانة سناء جميل انها تشوف حد قبل ما تموت، وحتى لو ماتت نفسها حد من اهلها يشوفها بعد ما تموت او تمشي في جنازتها. وعلشان كده زوجها نفذ الوصية دي، وفضلت الفنانة سناء جميل بعد وفاتها موجودة 3 ايام لحد ما فيش حد من اهلها قدر ان هو يجي، او بمعنى اصح محدش رضي ان هو يجي يشوفها بعد ما ماتت ولا حتى قبل ما تموت. فاضطر ان هو لويس جيركس انه يدفنها، وفعلا تم دفنها وما شافتش حد من اهلها بعد انتظار 3 ايام. وزوجها علشان يعرف اهلها في الوقت ده انها اتوفت نشر نعي باللغة العربية والانجليزية في اشهر الصحف العالمية، وانتظر المدة اللي قررها هو 3 ايام دون اي جدوى، فاضطر في النهاية انه يخالف الوصية ويقوم بدفنها احتراما لجثمانها. ورحلت الفنانة سناء جميل عن عالمنا بدون ان ترى اي احد من اقاربها. وكده يبقى احنا كملنا قصة حياة الفنانة سناء جميل، وقلنا ايه الصعوبات اللي قابلتها في حياتها، وكمان بدأت مسيرتها الفنية ازاي، وعاشت حياتها ازاي، وزوجها اللي وقف جنبها وعوضها عن اهلها ورحلت دون ان ترى اي حد من اسرتها. وطبعا زي ما احنا ما قلنا في اول الفيديو ان مش كل الفنانين عاشوا سعادة في حياتهم، بل بالعكس ده في معظم الفنانين كانوا عاشوا حياة مأساوية. وطبعا حكينا احنا معظم حياة الفنانين اللي حكيناها كانوا نفس حياة الفنانة سناء جميل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة الراحلة سناء جميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعمكم للايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة ولو لسه ما اشتركناش، علشان اي فيديوهات حصري من القناة توصل لكم اول بأول. وكمان بشكر حضراتكم على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. وبطلب من حضراتكم ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية.